إعداد اتحاد خليجي سيشكل استجابة سريعة للتحديات التي تواجهها دول المنطقة العربية، باعتبار أن وحدة الأمن والمصير تتطلب وضع استراتيجية قابلة للتنفيذ من خلال إنعاش روح التضامن المشترك ما بين دول مجلس التعاون، سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبشري والعسكري. الاتحاد الخليجي هو الارتقاء بالشعوب في جميع مجالات الحياة، من مجلس التعاون إلى كيان المصير الواحد. الاتحاد الخليجي هو فرصة لإبراز الشباب المبدع في كافة المجالات. لغة واحدة، ثقافة واحدة، مصير موحد. الاتحاد الخليجي هو كيان خليجي مشترك لمواجهة تحديات اليوم وأطماع الغد. أتمنى أن تكثف مثل هاي الورش علشان يكون في وعي للطلبة خصوصا ومن المواطنين عامة. طبعا أنا أتعني امتحان فضلت أني أوي عليها لما هو يعني متميز في حضور مثل هاي الفعاليات، الواحد يعني يحب الطلبة. إلى جانب أن الفعالية كانت جدا 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 متميزة من ناحية اقتصادية السياسية. بداية أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء جمعية الوحدة الوطنية لجهودهم المبذولة في توعية شريحة الشباب في مملكة البحرين بشأن مسألة دور الشباب في تعزيز الاتحاد الخليجي لما له من أهمية في حفظ الأمن والأمان ومستقبل المنطقة. الاتحاد الخليجي، مستقبل ومصيري.